بصراحة ايوه كله منك انت واقتراحاتك. ليش؟ يا اخي بالله عليك يوم تعطيني هالسقنطوط سلهب هذا، والله بهذلني بهذله. ما عرفت انام يا اخي، حشا ماطور ما هو انسان. يا اخي انت يا بوري يا بوري، انت المفروض تحب الخير وهذا فيه اجر. وتعال تعال اقول لك حاجه، شوف 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 ركز ركز، شوف شوف الانسان اللي يحب الخير ويركب في مضمار الخير ومع الناس الخيرين يذهب دائما الى اين؟ الى الخير الى الخير. فالخير عندما تتجه اليه اتجاها واحدا موحدا وهدفك ان تكون خيرا فستكون ذاهبا الى الخير. خلاص الله ينور عليك، يفتح وجهك ويبيض وجهك يا رب. خلاص دامك تكلمت على الخير ويذهب الى الخير، خذ سلهب عندك وخلي الخير عندك. انا ما ابغى خير، خلني في محلي، خلني ارقد مثل العالم. انا من الناس اللي ادل على الخير فالدال على الخير كما عليه. انا ادلك على الخير عشان تفعله وانا اصير زي ما اخذ اجرك. انا ابغى اسوي مثلك، ابغى ادل على الخير. عندي فكره. أيوة. زي ما دليتك انا انك تسوي خير وانت سويت خير. أيوة. خلي سلهب عندك كمان يومين وعندي ادلك على خير ثاني، تدل احد غيرك. فايش رايك تدل بدر والياس تقول لهم يا جماعه الخير وايش رايكم ما تبون الخير تنومون سلهب عندكم يوم يومين وينتقل بعدها يدل بدر وبدر يدل اللي بعده وندل يصير ندلدلهم وندلدل كلهم. اي والله. وحنا انا وياك احنا ناس مشغولين. احنا ناس عندنا محلات وعندنا ارزاق وهم ما عندهم محلات. صح فاضي. بعدين ما شاء الله هم بخير كلهم، عوائلهم ما شاء الله عليهم وابو ابائهم وامهاتهم. احنا ضعوف مساكين محل. انا في غرفه وانت في غرفه، هم بيوت. كم غرفه عندهم عليهم؟ عاد المفروض انه انا اشوف انه ندلهم على الخير، انه وندلدلهم على الخير. إيه لازم لازم. وش رايك انا نبدا في الياس ولا في بدر؟ انا اشوف انه نبدا في الاثنين كلهم، اللي يجي قبل الثاني. جاء الياس جاء الياس. فيا اخوي بوري. نعم. الخير كبير. الله سلام الله وبركاته. اهلا تعال اسمع الخير والكلام الجميل هذا حق عن الخير. الانسان المحب الخير الله يكسب، الله يوفقه، الله يوفقه ويكسب اجر كثير. وغير كذا يعطونا يا اخي سبحان الله يرزق بحلويات كثيره. نعم حلويات. اي حلويات كثيره اكيد. طيب يا بوري اللي يحب الخير الله يرزقه بالخير. الا يا بوري انا دائما اعرفك تحب الخير كثير صح؟ نعم. فايش رايك تدل غيرك على الخير يا بوري؟ راح ادله راح ادل. اهلا استاذ الياس. هلا والله الحمد لله. والله طيب بس انا امس طلبت منك الكيك والحلويات جهزتها. جاهزه؟ ايه جاهزه. وتدري عشاني احبك واحب الخير لك. أيه؟ وانت بالذات من الاطفال كنا احبك وعزيز حبيبي. والله تسلم. طلبيتك سويتها في البيت حبيبي. عشان خفت اتاخر اليوم. أيه؟ وما اسويها، بروح اجيبها لك الان واعطيك اياها. استناني هنا خمس دقائق فقط. خلاص ان شاء الله. خل هذه معك. أيه؟ الياس تعال بقول لك حاجه. حي الله الياس. الله انا صراحه يا الياس يعني ما ادري من وين ابدا يا الياس. أيه؟ انا صراحه كل مره اشوفك اقول يا اخي هذا الادمي يا حبه للخير وجه خير. حبيبي الله تسلم. وانا يا الياس صراحه. أيه؟ يعني حقيقه يعني انا تعرف اني من زمان احب اسوي لك خصم في الالعاب. اي ما تقصر. صح ما تقصر. انا بس عندي موضوع يعني ودي اقوله لك طال عمرك يا استاذ الياس. اي تفضل. مشروع حقيقه وده يعني ما ودك تفعل الخير. اي عندي 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 واحد من الايتام. اي يتيم ودنا ان احنا نتكافل اهل المدينه ونتعاون ونكسب اجره. ايش رايك؟ والله فكره كويسه. نكفل اليتيم فكره كويسه والله. وانا بحاول عاد يعني كل يوم يعني لو يعني ربع مصروفي. و لا 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 أجل. هذا اليتيم ما يبي فلوس. اجل وشو؟ لا نكفله بشيء ثاني غير الفلوس. اجل وشو؟ يعني هو مسكين يبي بيت ينام فيه بس. يبي بيت. وياكل شوي اكل شوي بسيط. شوي يعني هو ترى جاء عندي كان. أيه؟ كسبت فيه هجر يومين. بعدين وديت عند بوري يومين. فقلنا احنا اقترحنا ان ندل على الخير البقيه. فايش رايك انه ينام عندك يومين. ينام عند بدر يومين ينام عند بعدين ودي عند اهل فجر تولين وفجر وكل. أيه؟ ينام كل يوم يومين. طيب من ذا اليتيم يعني ودي اعرفه ما شاء الله. يعني تحمست ما شاء الله. ما اليتيم الحقيقه يعني هو يستاهل يعني هو يعني انت ان شاء الله لو من منظور يعني انت لا تحج الواسع يعني. هو سلهب. ايش؟ سلهب؟ اي سلهب. يا شيخ سلهب شايب كبير بس هو يعني شكله كذا تحس انه صغير. واساسا هو ما يعتبر يتيم. هو ان شاء الله انه يعني يتكفل بنفسه ما يحتاج. وش اللي
واساسا انا يعني ما اضمن الصراحه يعني يمكن يجي وهو شرير يعني ما اضمن الصراحه وما ما ينفع اجيبه عندنا البيت وما استشرت اهلي ولا شيء وما ادري ما اضمن اي سلام مسيكين مسيكين ضعيفه واخوه طارده ترى انا ترى ما له احد على الارض يعني فيعتبر يتيم هو كبير ترى بس بالفضاء يعتبر هو يعني بقياسه ترى طفل يعني هو مقياسا يعني المفروض تصير عطوف المفروض تصير من جوا فيك حنية أنا جالس توقعتك إنك حنون فتحن حنية أمي على ولدها هو شوف مهما إي بس شوف هو مهما بكان ومهما حسن إنه يتيم الصراحة أنا ما أظنه لا أنا صراحة إلياس أنا أشوف إنك إنه تشوف الموضوع ده بس إيش رأيك إلياس يعني أنا أودي طب ليلة واحدة عندك ليلة بس والله ما أقدر والأهل يعني باقي ما كلمتهم وما أضمن الصراحة يعني هو شرير و أخو جحدر وما نضمن هو شي يسوي يعني يمكن يسرق ولا شيء ولا ما تدري طيب اسمع خلاص ما بيك تسكن عندنا خلاص إلياس ما بيك تسكن لكن أبيك شوف أبيك تقنع بدر صديقك تقنعه وتقول له يا بدر مسكين ده وكذا وترى الخير وبعد الخير وخلي ينام عند بدر أسبوع واحد ما ينفع كذا أنا الشيء اللي أنا ما أرضاه لنفسي ما أرضاه لصديقي يا أخي ما ينفع كذا يعني بعد ما تدري يمكن أوديه عند خويه يورطه ولا يسرق شيء ولا ما ندري شو يسوي بعد ما ينفع هذا وش يسوي فيه أقول إلياس توك على روح خذ طلبك عند أبوي خذ طلبك